حياة شبه متوقفة وسكان محاصرون في بيوتهم بسبب الأمطار. بعضهم يحاول إنقاذ بيته وآخرون ينتظرون انتهاء الأزمة. فهنا في القاهرة الجديدة سبق أن تكرر هذا المشهد، ومعه تتكرر محاولات السكان لحماية بيوتهم من دخول المياه إليها. أنا سبت البيت وعايش في الرحاب، قاعد في الرحاب عند ناس وسايبين بيوتنا وناس كتير محبوسة فوق مش عارفين ينزلوا من امبارح. لازم يبقى في حل للمكان ده، لازم المكان ده يعلى أو يتعمل فيه صرف يستحمل إن هو يسحب أي كمية مطر. من أقل كمية مطر المكان ده بيبوظ. تحاول الحكومة إمداد البعض بالكهرباء من خلال عربات المولدات هذه، وهنا يتكاتف سكان الحي لإغاثة بعضهم في هذه الأزمة التي أغلقت بعض الطرق وحولت مسار مرور السيارات. يقول سكان هذا الحي إنهم دفعوا ثمناً مرتفعاً لشراء بيوتهم هنا، لكنهم لم يتوقعوا أن تتكرر معاناتهم كلما سقط المطر بغزارة، وأحياناً يتحول إلى سيول بهذا الحجم. طيب ابعتي بس اللوكيشن بتاعك حالاً، ابعت لك حد إن شاء الله. حالاً ابعت اللوكيشن على هذا الشاب متطوع هو وفريقه يقومون بانتشال السيارات التي غمرتها الأمطار بعرباتهم الخاصة التي تمكنهم من مساعدة أي شخص يتعرض لطارئ. وينتقل هؤلاء الشباب المتطوعون في كل مناطق التجمع الخامس شرقي القاهرة. ناس كثيرة جت تتطوع، فابتدينا نقدر ان احنا نعمل حاجة تانية غير العربيات. يعني احنا زودنا ان احنا بنجيب ناس من اماكننا نوديها مستشفيات، نودي اطفال صغيرة نروحهم، ده عشان احنا العدد بقى كويس المرة دي عن المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت كنا يا دوبك نلحق على العربيات مش لاحقين كمان، لكن المرة دي الحمد لله الموضوع بقى فيه توسع شوية عشان العربيات كتير يعني. مظاهر التضامن التي أبرزتها الأزمة تبدو واضحة هنا وتعكس صورة مصغرة عما يحدث في مناطق مختلفة بمصر. آية رادي، سكاي نيوز عربية، القاهرة.